تسلم ما تولى ما يتماشت ما جاو من وين دار سيارة سلوين أهلوا استمع دغتي زارة تنس نتا منو كان نكر عبد المجيد تبون أهلوا دغتي سيت ندي ما يكال وان سلطنة عمان تي سيت أدتو تاسات أدتو سات هرات تغتي سيت تساق تان نتا الميلة تمشي ورا جروي أخسين كالن إلي قواتي وضن جوم منو كان نكال تدير مسقط أفالي نكال وان مصر يعني كدا سدج دغاج النغلة لنوان عمان سلطان هيتم بن طارق المعظم منو كان نكال ضفر أواني سيسلم فول ويت سمجارنين دام غارن النواغاكال ضفر أواني دي وان دام نوكا نكال مكده السلطان هيتم بن طارق المعظم فلرت نص الصين توما سنتان الدنقي سد فولا مضى الوان تدرت مسقط تاليا جمون التري وان الميلال واي وين صواد ويج جن وفولي انها ضمنو كان لك عبد المجيد تبون تغطي سيت هي جمنو كان لك لسلطنة عمان قال سيك الوزير منو كان نوير دزير سكال وان عمان ان محمد تلمدت تنغت الدبلوماسية تروت ايلان جر دزير دكال وان عمان تيسيت منيكة الوفود ون دزار ادعمان فرت ان تمشي وراء دن ميلال دغ منيكة جنناتا هولان اس السياسة تاني منو كالن الويغي كالن السين تولا تجاف ان ميلال لسنت من العلاقة سيت داغ الدبلوماسية تاني دزار ادعمان ولان الدغ تنظين تين القضايا هولان القضية تين تيض سنين اكالن ونارابا تشكل عمان في غرب آسيا أحد الفاعلين في مجلس التعاون الخليجي، بمعنى أن نوطد علاقاتنا مع كتلة اقتصادية وتجارية وسياسية وجيوستراتيجية مهمة في آسيا. بالنسبة إلى القاسم المشترك أن لدينا هوية مشتركة وهي دبلوماسية الوساطة في حل النزاعات المعقدة جدا، والجانب الثاني هو الحياد الإيجابي، بمعنى لا ننضوي أمام الأحلاف الاستراتيجية أو العسكرية في كلا الدولتين، وهذا مهم جدا فيما يتعلق بالجانبين. وأعتقد بأن ما يجري في الحديقة الخلفية لعمان من وساطات كبيرة جدا في النزاعات يمكن أن تشكل العودة مثلا إلى الاستقرار فيما يجري في إيران أو ما يجري في اليمن أو حتى ما يجري من تهديدات في القضية الفلسطينية. العلاقات العمانية الجزائرية هي علاقات مميزة، ولكن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلطنة عمان وزيارة أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه هو تعزيز للعلاقات المستمرة بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية. العلاقات هي ممتدة ومتميزة في كافة المجالات. الميلة لجر الدزار دكال وان عمان دغجلنا وان الطاقة البتروكيمياء الأدوية الزراعة الصحراوية أواغي توصل ضمن دغتغيمي التامت للجنة تحت السيرة دكال وان الدزار عمان. هي زيارة الدولة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين ومن أجل فتح آفاق الاستثمار، خصوصا نعرف أن هناك العديد من القطاعات التي يعتزم أن تكون هناك شراكات حقيقية، خصوصا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والأسمدة الزراعية وكذلك البيئة. لدينا ثمرة هذه الشراكة وهي الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة الزراعية والتي تنتج ما يفوق 4 مليون طن سنويا من الأسمدة من أنواع اليوريا والأمونيا. البلدين يجمع ما بينهما حوالي 14 مجال من مجالات التعاون في التجارة والاستثمار وفي التعدين والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة الدوائية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك في أيضا المشاريع المشتركة، إضافة إلى القطاعات الزراعية وأيضا القطاعات الصناعية المختلفة. تيسيت نمنو كان نكال يكال وان عمان فريت ان تمشي وراء التهران الرين دغهرة مدى ويقال القضايا تين كان لن ويوزنين أكد ويوجدنين أكد يكال لن ونارابن
أباغي مداف وريتنا دول نيف والهرت وهلال يندغ تجاوتن الأمن للسلم دغ المحيط الجيوستراتيجي. أمنوك لك عبد المجيد تبون داتا ونيس من داتي سيتنا الخربد الدماء تايجا يكال ومصر دغ السين هلاني دقوات يصوفض ساجن نغلال وان القاهرة مقداه النيس ومصر عبد الفتاح السيسي دفارة ونين هل سكال وان سلطنة عمان دغ تيسيتنا الخدمة تايجا التمشي وراء جروي السين كالن. منوك لك عبد المجيد تبوني جاء ان ظاهر الله الوايد زار نقتسيت نيت الدول نين سيدي سي جاء دنيا سمنوك لو مصر عبد الفتاح السيسي وغدا وني جالس مجر د صواد د تاسقت لجر وسين كلن دمك وسي جاء سدول نيت الدول نين دخفوا الملك التلغي وين كلن ونا ربنت كلن دا وتنو حزن دا ملك جنات تنزور ني سودنا مغر مسك احمد تيسيت تايجا امنوكا نكال عبد المجيد تبون يكال ومصر تواي جين نزا زوال انت الدولة انتيغ سناتد جير كال لوين عربن اج كال لوين افريقيا اجمايدس عبد المجيد تبون اسوغ النايو ساغنايتما نكاد ويجا منوكا نكال ومصر عبد الفتاح السيسي منوكا نكال وان الجزائر يسيك ناس يمغار ويل لنجير كال لوين سيم غارواغ السكن يمنوكا النكال وام مصر عبد الفتاح السيسي وادي السغل يمنوكا النكال وان الدزار جر غرمان نيت اديو ساسورو وانت منوكا نكال وام مصر يدقواغ اجرو منوكا النكال وان الدزار يسي من يدقوات لا الدزار غوركا وام مصر تيسي تاغ تجافو لها الجين اوالي جا دون نفول الخلو ويغليني دسرتين الجين جركا لنويرا دوي جن دغكا لنوينا رابن هند القضية تن فلسطين تات موسى التمان كايت القضايا تيس سرتينين تنمها لانا وين اجاني مجارنتي غري وين تيو سغنيني مزاغن وين كالنويغ السين تفير تاجن إيمانوكا لنويغ السين السيكنين دسمن هو يوارتين جيرسن هلان هرت واقلن أجننا وان غزة دزوجهن ترجع غزة لقضية تان ليبيا لسزكون تزولي دغ السودان الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل أو بالأقل إلى توقيف الإبادة صريحة لله الله فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله دل خالي وين المنغي دغة ترى منكال وان لبنان ديبان هرير وين المنغي هي أيضا خلال مباحثتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان ثم الأوضاع في ليبيا والسودان والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة تغل خال وان الرامت يجا منوكا لنكال عبد المجيد تبون فولاس دسنتافو تيجننا وان الرامت واريس مجارد ديندغ أنس بغور أحمد الصادق سويدي ويوصل لناغي الوان التريسيتي
هرت إمدا ويوسغن ماملا جيركا لنويغسين يجروا تفويلت النت دغتيسي تارغ ورزين هلن يتمان الخالوين سرتنا جين جيركا لنويرغ هلان هرت ويسن تمنتو ما استنارابن أمنوك لك عبد المجيد تبوني جان ظاهر داخل ويزارن تي ست نيت دوني سيديس جن ناس أمنوك الوام مصر عبد الفتاح السيسي وغدوني جالس مجرد سوا ضد تاسقطات لجير ويغسين كالن دمك وسيجس دول نيت دوني داخل والمانيك التلغي وين انكالن ونارابن ادكالن ويتن الزهرنين تامنك جناتن الفراوين دغا جلنا ينهضن دون دا برينا غير وين دا اسد جن انسيديس منو كان لك لابد مشي تبون الناس الفتاح السيسي تيفير ما وين سلان اللي قلت سيون فول ملك التاسق تن ميلا جيرس نك ايكا لنسن تلغي من جوت نين تن الزوهر نين تا ملك جنة هلان برينا جلنا وان الرامت انك انك يسجلنا ينهضن برينا جلنا وان الميلا ليس مجارت أمغار نتمنى كي نجي نكال مقده الناس ينهضن بالدفاع نكال وان كوبا وتموس الموزر نصاهة انت العسكر نتورات نكال وان كوبا أسي وضنا وين هي إذا تكاتر دكنا مسك أحمد مرحبا مرحبا تغاري وين تي نسم مجورو انتنت استبد تي كس نكال دسم مجنون السردو سنيج النكال ظفرا وين ايجاوال جيروي غمغارن استديو تن الامين العام وانت نغلى فتان الصاهد نيج النكال نمغارن نصاهد نيج النكال ادمن نهاد وين السردو جنيج النكال للسفير وانكوبا لغاكال ديغ دمجارن وينيج النكال وانكوبا وادي انت ادواني فول الخالم وين العالم دمك وان سصوهن موتاج اتسيف سسيون فول الدولة انتي غارتينين دسم رومر نشغل انجيركا لنويغ ادهارت مداوى الزهرا يزينها لانتي غري وين دغاوين إيجا الفريق وزار انتفرت النيت يسي مجارت إي مجار ويدو سنين واد يسلك ناس تساقطة لجير دزار الجمهورية تنكوبا تلاي وتيان رونين التميد وتلات التاريخ الزارد دس الدولة تنتيغ سرهو دجيت الإيلان تيسلت إن العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوبا متجذرة تميزها روابط صداقة تاريخية تتقاسم فيها الدولتين مجموعة من القيم والمبادئ الراسخة التي أسست لعلاقات بينية نموذجية قائمة على التعاون والتضامن ومساندة الشعوب المستضعفة ودعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأس القضيتين الصحراوية والفلسطينية وعلى صعيد آخر اتسمت مواقف البلدين في إطار حركة عدم الانحياز بالتطابق والتوافق وذلك انطلاقا من الوعي المشترك بضرورة التأسيس لحركة عالمية تدافع عن مصالح الدول النامية وترفض الاستقطاب حيث كان لمساهمة الجزائر وكوبا أثرا بالغا وملموسا في نشاط هذه الحركة التي لا تزال دواعي إحداثها وتعزيز مساعيها قائمة في ظل التحولات العالمية الراهنة الفريق ويزارن أستن منك تاتل جيرويغيكا لنتدق يمونن هلا انهارت واي سرتي القضيتين التينا دين تي الزهرين تي صيوطنين تينا دين نوكال نكال ويغسين هاد النوفلين التغري وين سلخالك فان الصاهد يجن ويغسين قد عرفت العلاقات بين بلدنا تطور مستمرا على مستوى التشاور والتنسيق واقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل
المستمر على ترقية التعاون متعدد الأبعاد، سواء على مستويين السياسي والاقتصادي أو ما تتعلق بالتنمية الإنسانية من الصحة والثقافة وعلوم. إننا نحرص في الجيش الوطني الشعبي على تجسيد الرؤى الاستراتيجية لقائدي البلدين التي ترمي لترقية الشراكة بين الجيشين، وذلك ببعث ديناميكية جديدة وفعالة في مجال التعاون العسكري ووضع الآليات المناسبة لتفعيلها. برناغيل ومجر الفريق خواكين كينتاسولا يومال سيمغار وين يدغكال وين الدزار دنيا تايني غور الفريق وازر السعيد شنقريحة أمغار نيج النكال ويجمين سنت من هرتي مدا ويوسغني كالنوي غسين يسي مدغن اتين غدين تيم منو كالنوي غسين ويجمينين أموك الناجين الدياوين الخير. تغرات نام هي واغ اسمسك لني مغارن ويغسين ينوف ضفراوين السينيا الفريق خواكين كينتا صولا فولادليس ونور غدغي هندق ونيج النكال نهضر ان نهضر ندفر كل فاسي جا منوك النكال عبد المجد تبوني نهضر نغلى فويزر نادي العربة ويهل واغ فولسجتين سالمة مبروك زيت الخير فولاديو من سام غار وين المجلس ونفل نسلمن يسلك اندق تعتيكل تفولتن فات انا ممكن توفات ولا غد تغجل النواب مسند تن الدين. نحن نأمل ونرنو في مستقبل واعد تنبني فيه إن شاء الله الرؤى على ما ينفع المستقبل ويحقق لنا في إطار البحث العلمي والفقهي والتشريعي والشرعي مما يتناسب مع المهمة الأساسية للمجلس بما نحققه إن شاء الله من نتائج مهمة في البحث في بعض القضايا، وأيضاً ما يمكن أن ينجز من برامج سنخطط لها في الفترة المقبلة إن شاء الله على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. برينا غل ولا نقص فلرت نسودان سكتو تان صديست مرود السين نسوغ نتان أطفال تلفزيون نكال الراديو نكال توجه الواغ عندك التلفزيون نكال الراديو ونكال تبدين تكتو تم المقزا ويسن سناني ما نسن فلرت نسس لين تفير داغ دزات الدور فيت داغ تبدي جات تم وزر وانت من نهات انا مي واد داغ تهندق وانت من وكلا نكال دام النهات وان تلفزيون للراديو ونكال دو المؤسسة تنتيدية الأمن العام والمركزية سنديكة دهر داما وين سلان وين الراديو للتلفزيون. هذه الذكرى نتذكر بأننا ذات 28 أكتوبر من سنة 1962 قرر الجزائريون أن يستكملوا استرجاع سيادتهم على كل شيء، على هويتهم، على جغرافيتهم، على تاريخهم، على صورتهم، على صوتهم، وهذه حالة متفردة في تاريخ البشرية. نحن مطالبون بالمساهمة في الحفاظ على هذه السيادة، في الحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها ووحدتها. الجزائر سبرين جنة وان تبوهك دغم هي واجد كل جنة واغ أنه للي جد الولايات عن جنة يسلك لنا غلف وان تبوهك فلوكس نبدأ أنتي كراسيت لأن دات كل واغ جنة سيودنا من غور إبراهيم بالخير. دغيرت ندينين إما سكنان ويستة وزاي التاصيلي تنازر هلان أغرم وان جانت إما جارن دتوري سجوت نين أديوسا أغرم واغا إدق وجا تملغة دغي التيجمي أسومان التيسيت ما سكنان مدان ويهنين جانت إدساغلاين نيت يا جانت مانيفيك les gens sont très accueillants, le paysage sont splendides, vous avez des variétés de paysages de la roche, du sable, c'est très, c'est un coin à connaître. C'est sans doute le coin le plus beau coin du désert. Alors Janet, c'est une zone touristique que j'ai la chance d'avoir connue déjà à 4 reprises en tant que touriste. Et j'ai pu arpenter les Tassilis Adjer, les canyons des Sendilens, l'Arc d'Admer et puis surtout la Tadrart, donc au sud, qui est un paysage fantastique. C'est vrai que
C'est une grande chance de découvrir Janet aux portes du Sahara. J'y accompagne mon mari, qui est coureur depuis très longtemps et qui court depuis certains temps avec Jean-Philippe Allaire, l'organisateur de la course. Et cette année, j'ai aussi le grand plaisir d'avoir embarqué avec moi mon papa. إديس ننهي التبدي في المسكن نمدان أميرا هندقن وينفتاغ انتهوريد موكنان وموهاغ دغيريت نتنينين التوريسويغ المدن الخال وجهت مزوقور موهاغ هدف المناطق الأكثر يعني وين تتواجد يعني المناظر والمواقع السياحية المهمة التي تسمح يعني من خلال هذا السباق ومشاركة يعني هذا المشاركين هذه راح تكون يعني الهدف نتاعها هو ترويج للسياحة. يعني لاحظنا أن في ولاية جانت يعني كل الظروف يعني والشروط ملائمة للسماح لاستقبال السياح في أحسن ظروف، وأيضا لاحظنا أن كنا المتعاملين في ميدان السياحة بما هم يعني أصحاب الوكالات السياحية أو أصحاب يعني الفنادق أو يعني مصلحة الأمن راهي تأدي في يعني في الخدمات اللائمة للسماح أن هذا الزبون هذا يعني يقضي أيامه في هناء واطمئنان. وهذا يعني النشاط وهذه الديناميكية يعني راح تسمح لولاية جانت أنها يعني تروج أكثر وتسوق أكثر المنتوج اللي تسخر به، وهو يعني المنتوج الصحراوي وهو يعني فارد من نوعه. سواغ إذ يقايم أغرب موان جانت يوري موان نيتي مجارا دا توريزم دان ويتا سنين أدفل نينيكا لنويوج جنين دا غيريت انت صنفات دوكوس فولمان. وردي عدنا وظهرتنا سيارة سلونا هنوات نمتنا لكم نجم أرمنا.